هذه كمان واحد من المستمرات اللي كتبت لتوضيح السياسة وقتها، وهي عملية الاختراع لتركيز البدو في البدو. في المستند اللي شفناه في السابق واللي هو من أواخر الستينات كتب، والمثير كان هو الربط مع تجربة الحكم العسكري بالجليل. من الواضح وهذا الاقتباس أن البدو لم يتلهفوا من الانتقال إلى السكن المركز. الموضوع سيتطلب تفعيل ضغوطات وشرح لكي لا نعود على الأخطاء التي ارتكبناها في الجليل. يجب هدم بعض المباني التي أقيمت بدون تراخيص والتي تتجاوز بشكل كبير المناطق المقترحة للتركيز، السبع بدات اللي كانت وقتها مقترحة. شرط حتم للنجاح هو وجود الرقابة وعمليات حاسمة تجاه المباني الجديدة خارج مناطق التركيز. أوائل الستينات هذه كلها المستندات اللي كتبت في أوائل الستينات. هلا يعني كان في موضوعين اللي كانوا يطلبوا حسن من قبل السلطات، الموضوع الاول هو استعمال الاراضي، والموضوع الثاني هو حسن موضوع الملكيات. الملكيات في النقب هي طبعا ملكيات بدويه، احنا بنحكي على مجتمع عشائري اللي اعتاش لمئات السنين على الزراعه، ولكن الاشكاليه كانت هي كالتالي، انه عمليات ما يعرف بتطويب الاراضي لا الاتراك ولا الانجليز حسموه في منطقه النقب، ولكن معروف انه كمان العثمانيين وكمان الانجليز كان في هناك اعتراف بالملكيات البدويه، وبالتالي ما كان في هناك حاجه ملحه، كان في اعتراف. الملكيات كانت مسجله في دفاتر الضرائب، وهي كانت معتمده لاثبات الملكيات وتحويلها من قبيله لاخرى، كل عمليات البيع، كل عمليات الميراث والى اخره. هلا اللي صار هو كالتالي، عمليا القبائل ما تبقى من القبائل البدويه اللي جمعت في منطقه السياج، كان في هناك استغلال لعدة مراحل لحسم موضوع الملكية. الأكبر منها كانت عملية السلام، ما تسمى عملية السلام مع مصر، واللي بناء عليها إسرائيل تدعى أنه كان في هناك حاجة لنقل المعسكرات الجيش من منطقة سيناء لمنطقة النقب، وكان في هناك حاجة لتخصيص أراضي لهذا الهدف، وتم مصارعة أراضي تحديدا في منطقة السياج، أراضي واسعة اللي كانت مستغلة ومستعملة من قبل القبائل البدوية في المنطقة. فزي اللي ساب الشقة وقعد في غرفة واحدة، ساب النقب كله ورجع منطقة السياج اللي فيها كثافة سكانية بدوية وعنده المصادرات في هذيك المنطقة. وكان هناك مصادرات حسب قانون الحرام يسمى من 53 لبناء مستوطنات يهودية عرب روحة ديمونة، كان في هناك مصادرات في عشرات آلاف الدنومات لبناء هذه البلدات في المنطقة. وفي هذه الفترة كمان تم بلورة استراتيجية تبع التعامل مع دعاوي الملكيات اللي بنشوفه اليوم بيصير في أروقة المحاكم، اللي هو عمليا في هناك ادعاءات ملكيات من قبل البدو. الدولة بالمقابل بتقول ما في هناك ملكيات بدوية، إنما الملكيات هي ملكيات دولة. الاستراتيجيات هذه بنيت من وقتها. مستندات الأرشيف بتحكي بشكل واضح إنه الحكومة الإسرائيلية على علم تام باعتراف الاحتلال البريطاني في الملكيات البدوية في المنطقة على أراضي النقب. وبهذه الطريقة سجلت بعض ملكيات المستوطنين اليهود والككالي وصندوق أراضي إسرائيل في فترتها، يعني كان في أي نعم مساحات قليلة من الأراضي اللي بيعت اليهود، وهذه الأراضي سجلت وطوبت على اسم أصحابها. كان في هناك اعتراف الملكية، اللي اشترى من بدوي والملكية تبعته سجلت، هذا يعني أن هناك في اعتراف
هذه خارطة وضعت برضو في الستينات للتعامل مع كل قضايا الملكية. النخب خصم لأربع مناطق اللي احنا شايفينها، 1، 3، 4، و2، وكل منطقة دولة قررت كيف تدعي فيها ملكية. قسم منها صدر، قسم تدعي انه هذه أرض غير صالحة للزراعة وبالتالي لم تفلح على مدى فترة طويلة، قسم من الأراضي الدولة بتدعي انها عمليا مشاع وما في هناك ملكية. فبالتالي يعني قانونيا المفروض كل ملف ينفحص في حيثياته، ولكن تقسيم النقب بهذا الشكل بيحكي كثير عن ايش عم نشوف اليوم في اروقه المحل. وهناك ادعاء عام من قبل الدوله انه هذه اراضي دولي مش اراضي بدويه، علما في انه من الصعب جدا انه البدو هذه النقب يقدر يثبتوا ملكيتهم على الارض بسبب عدم تطويبها في فتره. لو ممكن هذا كمان اقتباس، ما بدي اقرا لانه حكيت عنه. عمليا اعتراف من انه حكم الانتداب كان معترف في الملكيات البدويه قبل حالي انه تحويل الملكيات لليهود لم يكن هناك اي اشكال في تسجيلها. هلا اعترم الحرام هي قصة اللي عمليا زي ما حكت حنين، قبيلة القواعين هجرت بالقوة من منطقة وادي زبالي، منطقة وادي زبالي اليوم حولت كلها لكيبوتس شغال، تعتبر الأراضي الزراعية لكيبوتس شغال. تهجير القبيلة تم على مراحل لعدة مناطق لحد 56 لما القبيلة طلبت انها ترجع لأريضيها الأصلية. الحاكم العسكري قال لها لا، بتروح على منطقة السياج، منطقة وادي عتير، بتقعدوا غاد، بنعطيكم 7000 دولار وبتبقوا في هذيك المنطقة. والعملية البلد مكونة من أحياء اثنين، حي عتير، حي من الحنان، التقسيم هي بناء على مبنى العائلات في داخل القبيلة. هذه عملية صورة جوية من 2007 للبلد، الشارع اللي بنص شارع عملية شمال شرق حورة للي بعرف المنطقة القرية موجودة. اللي بيميز أنا بعتبر أهالي من الحرام كثير في عندهم نوع من الحظ. ليش في عندهم نوع من الحظ؟ لأنه في خلال بحثنا في الأرشيفات من أجل الدفاع قانونيا عن أهالي البلد عثرنا على المستندات هذه اللي بيقولوا فيها في تقرير داخلي اللي قدمه وقتها لرئيس الحكومة المسؤول كان عن شؤون العرب، بيقول فيه إنه إحنا ضغطنا على أهالي أم على قبيلة القواعين وطلبنا منهم ينقلوا لوادي زبالي، اجرناهم غاد 7000 دولار، علما ان الدوله تقدمت للمحكمه لاخلاءهم في ادعاء انهم دول معتدين على اراضي الدوله، فاتوا عليها بدون اذن، فاتوا عليها بدون ما يستشيروا حدا، وبالتالي هم مخالفين للقانون ويجب اخلاءهم من المنطقه. اثبات على عمليا وجود وملكية هذه القواعين ووجود بيوت لهم في منطقة وادي زبالي كان شكوى اللي قدمها شيخ القبيلة فرهود أبو القعان في سنة 49 للحاكم العسكري، في كنت انتم هدمتوا لي بيتي وأنا بدي أعرف ليش أنا بدي أرجع بيتي. كان عنده بيت حجر في منطقة وادي زبالي، وهذا اللي كتب في خط إيده وقتها قدم للحاكم العسكري في 29/11/49. هذه عملية المستند اللي حصلنا عليه واللي اثبتنا فيه للمحكمة انه رواية هدول الناس بتختلف عن ايش الدولة بتدعي اليوم امام المحاكم انه هن معتدين على الارض. في سنة 63 وبعد رسم المخططات لتركيز البدو صار في هناك عملية زي في ام الحيران في بلدات اخرى، عملية بلشوا يتراجعوا عن تأجير الاراضي الزراعية. من 63 للثمانينات
كل الأراضي الزراعية اللي كانت مؤجرة لها الأم الحيران عطير بطلت الدولة تأجرها، وبالتالي صفت القرية قائمة على البيوت اللي فيها بدون ولا أي أراضي حواليها اللي يقدروا يستغلوها اقتصاديا. عمليا كمان المستند اللي موجود بين ايدين افراد العشيره هو استمارة اللي كانوا يوزعوه يعبوها لوزاره الزراعه اللي فيها بيحكوا لهم انه يزرعوا بطاطا ومدوره خيار كوسه. عمليا استصلحوا الارض وحاولوا يستغلوها بقدر الامكان في هذيك الفتره. فكان العشرات السنين فتره من الجوع، كان في ستاتس كو انه الدول نقلتهم، اي نعم لم تعترف فيهم وبالتالي ما اعطتهم خدمات وحقوق كامله، ولكن كان في نوع من الهدوء، مش معترف فيهم بس ما حداش جاي صوبهم. لحد في سنه 2001 كان في هناك تقرير في دائره اراضي اسرائيل اللي شاف في المنطقه منطقه جيده للاستيطان اليهودي، وبالتالي اهالي من حران عتير عرفوا كعقبه خاصه. ومع بداية عمليات التخطيط، كل عمليات التخطيط على المستوى اللوائي على الأقل كانت تتعامل مع المنطقة كمنطقة خالية لا فيها سكان ولا فيها قرية ولا فيها مهجم، لحد ما بلشوا في التخطيط التفصيلي للبنديل باسم حيران المستوطنة اليهودية. غاد كان مفروض فيهم يفوتوا لتخطيط تفصيلي قديش كل قسيمة لازم تكون على غير، وهناك يعني لم يكن إمكانية في غير في أنهم يوجهوا الأبنية اللي موجودة على أرض الواقع، ولكن الهدف من إيضاحها في داخل الخرائط التفصيلية للمخطط الهيكلي كان أنه هذه أبنية معدية للهدم. المخطط عمليا بيهدف لبناء 2400 وحده سكنيه فيهم راح يسكن ما يقارب 10,000 مواطن يهودي. هذا غالبيه الخارطه البيوت المعلمه في الليل هي عمليا بيوت ام الحيران، اللي بيقدر اللي قادر يشوف يقرا الخارطه هذه البيوت كلها بناء على المخطط معدي للهدم. لما توجهنا للسلطات في ادعاء انه هذا مش ممكن يكون، يعني انت ما بدك تخلي المنطقه لاي هدف اللي يبرر الموضوع، الجواب كان انه لجماعه القواعين في هناك احنا مخصصين في حوره قصائم اللي جاهزه يجوا يسكنوا فيها. ولكن لما كان السؤال انه بيفرض حاله، طب ليش؟ يعني ما انتم منطقه اصلا معده للسكن، وغالبية البيوت موجودة في قصائم سكنية، كان في هناك صمت تام، وما يعني أصلا ما في هناك إمكانية لتفسير الموضوع. بدي ألخص في إنه أقول كان في شيء سوريالي في كل موضوع من الحيوان، لأنه أنت عمليا الناس عمالهم يحاربوا شيء اللي هو مفروغ من ندمه. إحنا هون لأنه انتقلنا لهون أو نقلونا بالقوة. احنا مش متعدين على ارض حدا، هي ارض مثلا 50 ساكنين فيها 55 سنه. قانونيا، تخطيطيا، اخلاقيا، انسانيا احنا المفروض نكون هون، المفروض تعترفوا فينا. ولكن للاسف السياسات رايحه في اتجاه مختلف تماما لاخلاء المنطقه والتعامل مع المنطقه كمنطقه خالية من اجل توطين اليهود في المنطقه. فانت الشعور هو كانه في لغتين مختلفتين، يعني لغه الناس، لغه الحقائق، واللغه القانونيه اللي بتتعامل فيها.